بدكم الصراحه شباب وما حدا يزعل مني، محاضره الدكتور كثير كانت ناشفه، يعني كانه الواحد عم يكسر حجار. لا سيدي، مو المحاضره اللي كانت ناشفه، الدكتور هو اللي كانت خلقته ناشفه. بالله شو بدكم الدكتور يعملكم يعني بالمحاضره؟ يحكي لكم نكت ويسليكم؟ لك يا اخي ما قلنا هيك، بس يطري الجو شوي. ليش هيك قبضه جد؟ ما بعرف. ولا شو رايك عطي؟ شو يا حبيبي؟ لا مو معنا بنو. صباح الخير. معلش شباب، انا رح اشرح له. تفضل ارسطو زمانك، اشرح له. حبيبي عاطف، نحن والشباب كنا عم نتناقش اذا كانت المحاضره هي اللي ناشفه ولا الدكتور خلقته ناشفه. بقى انت شو رايك؟ الكليه كلها على بعضها ناشفه. العمى شو ندمان لاني سجلت هندسه كهرباء. ليش بقى عاطف؟ يا اخي ما عم تنهضل معي يا جماعه، ما عم تنهضل معي بنو. لسه ما صار لك بالقصر الا من امبارح العصر، لساتك سنه اولى وعم تحكي هيك، شو بدك تحكي بعدين؟ مو هيك بقى احسن شيء الامور تنحسن من البدايه، بقى من اول الطريق ولا من اخره؟ شو قصدك؟ والله يا عماد انا عم فكر غير الفرع كله. شو هالحكي؟ وعلى شو بدك تغير؟ انا السنه الماضيه سجلت ادب انجليزي، رديت رجعت عدت البكالوريا وسجلت هندسه كهرباء مثل ما لك شايف، وعم فكر هلا اني ارجع رد داوم بالادب الانجليزي. ها، وطالما بدك ترجع للانجليزي ليش عدت البكالوريا لك؟ اخي هيك حيواني. هلا المهم، قررت ولا لسه؟ لا لسه ما قررت، بدي شاور اهلي بالاول. ها، ما رح اخذ تاني مره قرار لحالي. وليش بالله لما عدت البكالوريا ما شاورت اهلك؟ اخي خليها لله احسن شيء. روحوا نشرب لنا شي كاسه شاي، رح بيطق حلقي من النشاف. شرفوا شرفوا امشي. صباح الخير ماما. اهلا ماما. صباح النور. بس لك بيت؟ لا يسلم ايديكي، بكفي. عادي ليش واقفه؟ معلش يا حبيبي مستعجله شوي. انا نازل على المكتب، بدكم شيء؟ ما بدك تفطر؟ قلت هيك باكل لي شيء لقمتين احسن ما ضل على الريق. على فكره لا تنتظروني اليوم على الغداء لاني حتاخر. نحيا اللي قلت لي اصبح ماما، دبر حالك اليوم على الغداء، انا كمان يمكن اتاخر. ليش شو في عندي؟ عاملين اكله تبوله انا والشله. بابا ممكن اخذ من وقتك شوي؟ خير شو في؟ في موضوع حابب احكي معك بخصوص الدراسه. معلش بابا معلش، اجل لي اياها بعدين، انا تاخرت. لحظه شوي، لمن رايح؟ وصلني بطريقك، انا كمان تاخرت، بدك شيء ماما؟ لا سلام. يلا باي باي. تفضلي. لك يلا خف رجلك، مو سامع الزمور. لك فهمت ضروري تصرع الحاره بزموره. لك اطلع هلا، ناقصني محاضرات انا. هلا انت عن جد ما معك شهاده ولا عم تمزح يعني؟ ليكو التاني ليكو. لك مع مين جاي هالشب يا شباب؟ شباب معنا ساعه واحده بس، وين نروح؟ روح وين ما بدك، المهم يكون مشوار فيه بلة قلب. طيب انا ما عندي مشكله، بس يا شباب عن جد ما بدنا مشوار فيه تلطيش بنات اذا بتريدوا. لا عاطف، انت هيك عم تصعب الامور كثير علينا. بسام الله يخليك، نزل لي من السياره لهاد، هذا واحد مو خرجه مشاوير. شوف عاطف، اي تعليق ثاني انت بحالك صرت على الرصيف. طلع انت قدامك بلا ما تفوتنا بشي رصيف. هلا شباب شو رايكم نروح على ابو رماني؟ لا اخي ابو رماني لا، حاكم هلا ملطش لنا شي بنت يطلع ابوها شي مسؤول، هونيك كل المسائل. قلتك مو ناقصنا مشاكل، اصبح رح انزل على الصاع، شو رايك عاطف؟ ما لقيته الا عاطف تستشيره؟ لك شو فهمه عاطف بالمناطق الحيويه؟ انا برايي نطلع على مشروع دمار، هلا بتكون حاكي هونيك. وهو كذلك، الى المشروع ايها الجيل الصاعد. ياهو! صباح الخير ماما، الفطور محطوط على الطاولة، أنا اضطريت أنزل بكير لأني رايحة مع طنط سلوى على بيروت نشتري شوية تياب. دير بالك على حالك وبس ترجع الأكل بالبراد، سخن وكل.
حبيبي عاطف، أنا ما رح أجي على الغداء، تركت لك مصروفك تحت الورقة. خبر عاجل جدا شباب. خير يا طيب. اليوم ما في سيارة. وليش بقى؟ بابا عرف اني كنت سارق السيارة مبارح وعمل لي منفض مرتب. ايه بتستاهل، لك حدا بيسرق سيارة ابوه انت التاني؟ فعلا انك انسان تافه وعديم الشعور بالمسؤولية هالشب. ها قسما بالله ما اكون محل ابوك، لا اعرف لك رقبتك اعرف. الحق مو عليكم، الحق على بسام اللي عملكم بني ادمين وطلعكم بسيارته. يا عيني عليك يا عاطف، شو بتفهم؟ اصلا انت افهم واحد بالشلة كلها. المهم هلا شو بدنا نعمل؟ شلون بدنا نطلع من دون سيارة؟ خلص شو بدكم انتو، مندبر حالنا. وشلون مندبر حالنا؟ يا لطيف شو بدنا بس نجتمع بنحكي، وين بتحبوا تجتمعوا؟ اذا بدكم مروا لعندي على البيت ونطلع سوا. وهو كذلك، شايفك اليوم عاطف مو حابب تفوت على المحاضرة بنوب، بعدين وين كتبك؟ تركتهم جوا بالقاعة، مالي حابب احضر المحاضرة اليوم. ايه بس اليوم عنا عمل يا حبيبي، واذا ما حضرت بينقصوا لك علامات. يا سيدي وينقصوا، شو شايفني كتير مطول بالكلية؟ مالي مطول. صحيح عاطف، شو صار معك؟ حكيت مع أهلك بالموضوع؟ مبارح بابا وماما ما كانوا بالبيت، بركي اليوم إن شاء الله بفاتحهم بالموضوع. يا رب يا رب يوافقوا. شو أنا كتير مضايقك بالكلية؟ بدك تخلص مني بسرعة يعني؟ لك لا يا عاطف مو هيك قصدي، بس أنت لما بتصير بكلية الآداب بيصير لنا حجة نخفق رايحين جايين لهنيك. إيه والله مزبوط، يعني معقول ما نروح كل يوم نشق على رفيقنا؟ إيه كم عاطف نحن عنا؟ لا سيدي ما حذرته بنوب، لأني بس أرجع على الآداب ما عاد أتعرف عليكم إطلاقا. وليش بقى حبيبي؟ هيك بقى حبيبي، حابب ارجع التفت لدراستي ودوامي وعوض كل شيء ان شاء الله راح علي. الله واو. انا اضطريت سافر للاردن، رح غيب يومين. تحياتي للجميع. على فكرة ما رح انسالك الهدية. عاطف انا اليوم معزومة مع خالتك ريما على الغدا، الاكل محطوط فوق الفرن، سخن وكل، وان شاء الله بالهنا والشفا. مرحبا عاطف. سلامات. جاهز؟ حضا احضر. فوت فوت اشرب قهوة. لا بدنا نمشي. لك هلا وقت القهوة انت التاني. امشي امشي عدلني اياك امشي. يلا شرب شرب. اهلا وسهلا، مع السلامة. هلا بدك تطلع من الاصل. شو بسام، وين السيارة اللي وعدتنا الدبرة نطلع فيها؟ السيارة موجودة. وينها؟ بس انتو بالاول مستعدين تعملوا مثل ما انا بقلكن؟ طيب ما بدنا نعرف شو بدك تعمل بالاول؟ رح نستعير هاي السيارة. ها ومن مين نستعيرها؟ من مين يعني؟ من صاحبها. لك فهمنا عليك، بس وينه صاحبها؟ صاحبها مسافر برات البلد. شو قصدك يعني نسرقها؟ ولك هس وطي صوتك، مين قال بدنا نسرقها؟ بنطلع فيها ساعتين زمان وبنرجع بنصفها محلها، يا اما بنصفها بمحل تاني. اي نفس الشيء يعني، هي اسمها سرقة؟ هذا ناوي يفضحنا. ها لك طول بالك عاطف، خلينا نفهم شو القصة. شباب اطمنوا، انا دارس الموضوع منيح. هاي السيارة صار لها شهرين ما تحركت من ارضها، فاذا اخذناها ما حدا رح ينتبه. بسام والمفاتيح يعني شلون بدك تفتحها؟ انتو هذا الموضوع اتركوه علي، انا بتصرف. بس شو رايكم؟ انا موافق، بس على شرط انت بتفتحها وانا بسوقها. يا سيدي كل واحد منا بسوقها نص ساعة. تكلنا على الله. يلا. لا يا شباب معلش، انا عذروني معلش. شبك عاطف لا تكون جبان. شبنا عاطف، اللي بيصير عليك بيصير علينا حبيبي. شبك حبيبي بسام، حاج ضيع وقت. يلا تيسر انت، نحن رح استناكم. هيك الله يفتح ابو الشاك. يلا موفق اخي موفق، شد همتك. يلا يلا اطلعوا اطلعوا.
يلا يلا بسام، صف على اليمين، صار دوري، صف على اليمين. لحتى ورجيكم شلون بسام بيطلع له معي بسواق. جرب جرب. مالك عاطف؟ ليش كل هالسرعة هوني؟ لحتى ورجيكم انه بسام ما بيطلع له معي بسواق. انتبه يا اخي انتبه. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. انتوا الاربعة ما معكم شهادات سواقة وفوق منا سيارة مسروقة؟ عفوا سيدنا، نحن ما سرقناها، استعرناها علينا بس. خذوا ده العم ضربك بعقها. انت اللي كنت عم تسوق سيارة ما هي؟ نعم سيدي. شو اسمك؟ عاطف رزاق سيدي. شو اسم ابوك وامك؟ عم اقول لك شو اسم ابوك وامك؟ شو طرشت؟ العم على هالقصة؟ لك شو اسم ابوك وامك؟ احكي. هدول بيقدمي سيدي. مثل ما عم قلك سيدي،